وأؤكد هنا بأننا ماضون بلا هوادة في هذا المسعى لدعم المكاسب التي تحققت في بلادنا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ سيظل عملنا في تحسين عيشة المواطن تحسين مستمر، ويبقى في صدارة الأولويات الملح التي تشمل كذلك ترقية أداء المرافق العامة وتحسين الخدمة العمومية ومواصلة رفع العراقيل عن الاستثمار واستعادة العقار غير المستغل والدفع بالقطاع الفلاحي لتحقيق مستويات إنتاج أفضل وخلق مناصب شغل للشباب وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من متطلبات التنمية المستدامة.